أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني ملك فقال: يا محمد، إن ربك يقول: أما يرضيك ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك إلا سلمت عليه عشرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي ولا فخر. يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد فتدنو الشمس، ويطول يوم القيامة على الناس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يتحملون، فيقول الناس بعضهم لبعض: ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ قال: فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر،
اشفع لنا إلى ربك. فأنطلق فآتي تحت العرش فأخر ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي، يا رب أمتي، يا رب أمتي. فيقول: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه، من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وبصرى. وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Mm-hmm.
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فيتجلى لهم الله فيقولون: سبحانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فتقول الملائكة: الحمد لله رب العالمين. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: يا رب أنى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. كأن وجوههم الشمس. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.
على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف 999. قال: فذاك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال عمران بن الحصين رضي الله عنه: فأنشأ المسلمون يبكون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال: أمتي أمتي، وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Mm-hmm.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم فشق صدري، ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئا حكمة وإيمانا، فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي عرج بي إلى السماء. فلما جئنا السماء الدنيا، قال جبريل عليه السلام لخازن السماء الدنيا: افتح. قال: من هذا؟ قال: هذا جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. ففتح. قال: فلما علونا السماء الدنيا، فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة. قال: قلت: يا جبريل، من هذا؟ قال: هذا آدم صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه. فأهل اليمين أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال أنس بن مالك: فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم صلوات الله عليهم أجمعين، ولم يثبت كيف منازلهم. ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال: ثم انطلق بي جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى، فغشيها ألوان لا أدري ما هي. قال: ثم أدخلت الجنة، فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا:
ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيستفتحون له فيفتح له، فينادي مناد في السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كان لابن آدم واد لأحب أن يكون له ثان، ولو كان له واديان لأحب أن يكون لهما ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ثم يتوب الله على من تاب. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى وصحبه وسلم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: فإنك لا تظلم، فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي رب أعرف. فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول: يا ابن آدم، إني سترت عليك في الدنيا، وإني أغفرها لك اليوم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا
ليس معهم شيء، ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه، حتى اللطمة. قلنا: كيف؟ قال: بالحسنات والسيئات. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله عز وجل آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال فذهب فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم. قال له: اكتب. قال: يا رب، وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخذ الخلق من ظهره وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. فقال قائل: يا رسول الله، فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا مرض أوحى الله إلى ملائكته: أنا قيدت عبدي بقيد من قيودي، فإن أقبضه أغفر له، وإن أعافه فحينئذ يقعد لا ذنب له. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب،
لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفرون. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك؟ فذلك قوله عز وجل: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. يقول العبد: الحمد لله رب العالمين. يقول الله عز وجل: حمدني عبدي. يقول العبد: الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: أثنى علي عبدي. يقول العبد: مالك يوم الدين. يقول الله عز وجل: مجدني عبدي. يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الله عز وجل: فهذه الآية بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله عز وجل: فهؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا معشر المسلمين، هذا ربكم عز وجل قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: يا ملائكتي، انظروا إلى عبادي هؤلاء، أدوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Mm-hmm.
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: أنفق يا ابن آدم، أنفق عليك. وقال: تصدق، يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يده عرشه على الماء، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: يا ابن آدم تصدق. ثم قال: فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ فليقولن: بلى. ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار. والقنطار خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل: اقرأ ورقة، لكل آية درجة، حتى ينتهي إلى آخر آية معه، يقول ربك عز وجل للعبد: اقبض. فيقول العبد بيده: يا رب أنت أعلم. فيقول: بهذه الخلد وبهذه النعيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، وهو حصن من حصون المؤمن، وكل عمل لصاحبه إلا الصيام. يقول الله: الصيام لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي. وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة يقول: انظروا إلى عبادي، عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي. يقول: فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل، أو كقطر المطر، أو كزبد البحر لغفرتها. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. يا ابن آدم، وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها كبيرة من الموبقات، وأما نحرك فمذخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما يستقبل، فقد غفر لك ما مضى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون Yes.